فوضى ودماء تسيل، أحداث متسارعة يعيشها العراق عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، ما دفع أنصاره إلى النزول للشارع والتظاهر في المنطقة الخضراء، ومن ثم التوجه إلى القصر الحكومي واقتحامه قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتخرج المقتحمين بالقوة. هاي الأحزاب، لا إله إلا الله، هاي شهيد الطيري. ميليشيا الحشد الشيعي وقوى الإطار التنسيقي لم تشأ إلا أن تصبغ الاحتجاجات باللون الأحمر، مسرعة إلى تفريق المتظاهرين عبر إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى لمصرع 12 منهم وجرح العشرات في حصيلة أولية، بالتزامن مع استمرار إطلاق الرصاص واستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين ضاقوا ذرعا بعبث إيران وأذنابها ببلادهم، وهو ما يبرهنه اقتلاع لافتات صور قاسم سليماني والمهندس وحرقها. حكومة بغداد بدورها لم تتغيب عن المشهد الملتهب، حيث أعلنت فرض حظر للتجوال في عموم البلاد، فيما شدد رئيسها مصطفى الكاظمي على أهمية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، داعيا المتظاهرين لمغادرة المنطقة الخضراء، في وقت حذر فيه الرئيس العراقي من انزلاق الأمور نحو الهاوية واتجاهها نحو متاهات خطيرة جدا. رفع الشعارات والإعلام والهتافات السياسية، وفي مفارقة لا تخلو من الغرابة، إيران المسؤولة الأولى عن تدهور بلاد الرافدين وخرابها من خلال تسليط الميليشيات الموالية لها على رقاب العراقيين، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى العراق في وقت يرى فيه مراقبون أن الأمور في العراق آخذة في التصعيد، محذرين من انزلاق البلاد نحو صراع واشتباكات مسلحة تفضي لأحداث أكثر دموية. الشعب ثار على الحكومة، الشعب ثار على الحكومة، على البرلمان،